التمادي في منع الرفيق البرلماني نبيل منير من أداء مهامها النيابية لمهامها التمثيلية. عنوان جبن ممثل الهيئات السياسية والحقوقية والنقابيه. اولا شكرا للمنابر الاعلاميه اللي جات اليوم باش تعاين المنع ديال البرلمانيه نبيله منيب من ولوج البرلمان. واليوم كيف كتعرفوا كاين افتتاح ديال الدوره الرجعيه اللي هو اليوم 18 مع الساعه 11. انا بقيت في الباب ديال البرلمان من انطلاق الجلسه الافتتاحيه الى نهايتها. البرلمانيات والبرلمانيين داخل القبه وانا في الباب ديال البرلمان، ممنوعة من الدخول ولا احد من المسؤولين يعني قبل بان يعني يحضر ليفسر لي سبب المنع ديالي من ولوج البرلمان. حتى شي واحد ما جا، يعني تعطات التعليمات في الباب باش ما ندخلش. انتم تتشوفوا بان هذا الشيء فيه ضرب سافر للدستور ديال المملكه، فيه ضرب حتى ديال النظام الداخلي ديال البرلمان، فيه يعني حتى لا منطق لان الجائحه في تراجع وكل المرافق كيدخلوا لها اليوم المرتفقين بدون جواز تلقيح. مازال هذه المؤسسه هذه كتطلب الجواز من النائبه البرلمانيه نبيله منيب. لماذا؟ واش هذا الشيء يعني مواقف جايه من جوايه اخرى؟ علما بانني لم الجا للبرلمانات الاجنبيه باش نشتكي لهم. انا مغربيه واؤمن بان المغرب خصو يكون قوي بمؤسساته وكحل مشاكله هو براسه، وهكا غادي نبني الديمقراطيه. ولهذا شكرا على حضوركم. وحنا اليوم غادي يجتمع المكتب السياسي اللي كله حاضر اليوم فضلا على رفاقنا اللي حضروا من كل جهات الوطن حتى من العيون جاوا اليوم، والناظور وتطوان وفاس ومكناس وقنيطره وسله وجده كل شيء حضروا، ومراكش وكادير يعني وطنجه كل المناطق. غادي نمشيو دابا نجتمعوا اجتماع ديال الكتب السياسي، غادي ناخذوا القرارات في اطار واحد الاستراتيجيه اللي هي مضبوطه، لاننا طلبنا قبل من هذه الوقفه نتلاقاو رئيس البرلمان. هو قال لك راه مسافر ولكن نيجا ما عطاناش موعد قبل الافتتاح. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.